السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم فراس أبو النجم من مؤسسة الكاسي فلسطين. نحمد الله تعالى أننا وصلنا للمرحلة الثانية في إنشاء مسجد الاستقلال إندونيسيا في خان يونس في فلسطين المحتلة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بعظيم الشكر والامتنان للشعب الإندونيسي عامة ولمؤسسة دار السلام خاصة على هذه التبرعات السخية والتي تعبر عن عمق الأصالة والترابط بين الشعبين الإندونيسي والفلسطيني. وإننا نتطلع أن يتم الانتهاء من بناء هذا المسجد الرائع قريبا، ولذلك فإننا ندعوكم لاستمرار دعواتكم وصلواتكم وإرسال تبرعاتكم لعل الله أن يبني لكم بيوتا في الجنة.